اهلا بيكم في حلقة جديدة من سفرة دايمة. النهاردة حلقتي حلقة هندي جدا، عندي تشيكن تندوري، وعندي بقى للناس اللي مكسلة تعمل كيك، الناس اللي بتحب الكيك قوي بس مش عايزة تشغل فرن، مش عايزة تجيب عجانة، مش عايزة تقعد تعمل مقادير كتير. عندي مقدار كيك للناس الليزي الكسلانة، اسمها الليزي كيك. دي حاجة سريعة كده بتتعمل بالبسكوت، بيبقى حلو جدا وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو وساقع في الصيف، ما فيهوش اي فرن ومش بيتعمل في اي وقت، بيبقى سريع جدا جدا. عندي دلوقتي اقول لكم مقادير الشيش تندوري والليزي كيك هيبقى عباره عن ايه، بس اقفلولي بس المايك عشان صوتي عماله بسمع صدى صوت. عندي التشيكن تندوري اللي هي الشيش تندوري، ممكن تتعمل كفرخه كامله او الفرخه تتقسم على 8 قطع، او تتعمل وراك بس او صدور بس، او تتعمل شيش طاووق. كل ده التتبيلة ممكن تتحط على كذا نوع من الفراخ، يعني مش لازم شيش طاووق ومش لازم تبقى فرخة بعضمها، التتبيلة ممكن تتحط على أي نوع تقطيع من الفراخ انتوا جايبينها. فأنا هستخدم عشان الحاجة الأسرع في السوى دايما بيبقى الشيش طاووق. عندي كيلو شيش طاووق صدور أو وراك اللي انتوا بتفضلوه. عندي عصيان خشب منقوع في مية. عندي تلات بصلات مكعبات تتحط في وسط الفراخ تدي طعم حلو قوي. التتبيلة بقى بالطريقة الهندي 100% بيحطوا لها 4 فص ثوم مطحون، 2 معلقة جنزبيل فريش، مش هينفع الجنزبيل البودرة العادي المطحون علشان مش بيبقى طعمه قوي زي الفريش خالص. عندي معلقة كبيرة بابريكا، معلقة فلفل، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، 2 معلقة كبيرة بهار هندي مصالة، وده أساسي في الوصفة دي. هتروحوا ناحية البهارات في أي سوبر ماركت هتلاقوا بهارات كتير في الأرفف، هتلاقوا بهار هندي اسمه مسالة، ملقتهوش في السوبر ماركت ممكن تجيبوه من عند العطار. ورق لورا، كوب زبادي بقى يهدي معايا البهارات الكتير دي، عصير ليمون يقتل أي زفارة، لون أحمر يديني اللون بتاع التندوري، وهقدمه مع رز بسمتي وكمان كرومب. هقول لكم بقى دلوقتي مقادير الليزي كيك، مقادير سهلة جدا. عندي قدامي هنا 6 مقادير سهلين جدا. عندي كوب حليب بارد، 5 معالق كبيرة سكر، 3 معالق كبيرة كاكاو، 1 معلقة صغيرة قرفة، 3 معالق كبيرة زبدة مذابة، من 300 ل 350 جرام بسكوت مكعبات اي نوع بتفضلوه، اي بواقي بسكوت عندكم في البيت تنفع تعملوا بيها المقدار ده. نبتدي مع بعض دلوقتي باول حاجة خالص وهي تتبيلة التندوري، علشان في الوقت اللي التندوري هيكون بيستوي فيه هنكون بنعمل مع بعض على طول الليزي كيك. انا سامعاكوا وسامع دوشه، عايزه اركز بقى. عندي دلوقتي الزبادي، في زنه كده في وداني. عندي دلوقتي الزبادي، وعندي كزبره، وعندي البابريكا. البابريكا دايما بتدي لون حلو ومتأثرش قوي في الطعم، طعمها ما بيبقاش قوي قوي. وعندي قرفة، وعندي ورق لورا، وعندي بهارات المصالة، ودي مهمة جدا جدا، هي بقى اللي بتدي فعلا الطعم الهندي. وعندي الليمون، عندي الجنزبيل بيكون حلو قوي بقى وهو فريش كده في اي تتبيلة، بيبقى طعمه قوي جدا وحلو جدا. عندي الثوم المفروم، دايما بحب احط للفراخ ثوم مفروم علشان بيبقى طعمها حلو، ودايما اللحمة في التتبيلة بتاخد بصل، انا بحب في الفراخ ثوم. وديها رشة ملح حلوة كده، رشة فلفل اسود، لون احمر بقى يديني لون التندوري. اشيل بقى كل الحاجات دي، ولو المقادير تنزل لنا تاني على الشاشة يبقى احنا حطينا مع بعض 4 فص ثوم مطحون، وحطينا جنزبيل، حطينا بابريكا، فلفل اسود، كزبرة، مسالة، حطينا ورق لورا، كوب زبادي، لون احمر، 2 عصير ليمون. مقادير بسيطة وهي ظاهرة على الشاشة عشان محدش يتلخبط خالص. وجنزبيل فريش، دايما بنقول في التتبيلة كل ما الحاجة تكون فريش كل ما يكون طعمها اقوى بكثير من الحاجات المطحونة الجاهزة. نقلب بقى التتبيلة دي ونديها شوية زيت كده. بصوا المفروض التتبيلة دي عشان دي تتبيلة قوية فيها بهارات المصالة الهندي دي مقدار قوي جدا، بيحتاج ان هو يقعد شوية في الزبادي عشان طعمه يدخل كده فيه ويهدى وما يبقاش حد قوي في الفراخ. زي ما انتوا شايفين اللون اتحول معانا في ثانية، يعني هي لونها بيتغير بسرعة جدا، وحتى المقدار اللي انا حاطاه من اللون مش كبير.
وهي طبعا مشهوره بلونها ده، لونها اصلا بيفتح النفس بقى لما بتيجي تتحط على الشوايه او على الجريل. اللون ده بيبقى من الحاجات اللي بتساعد على الشهيه، يعني بيخليك كده عايز تاكلها بسرعه، بيبقى شكلها حلو جدا على اي سفره. طبعا المفروض المقدار ده يقعد في التتبيله على الاقل ساعه، يعني الفراخ دي ما ينفعش ان احنا نعملها ونروح على طول حطينها على الجريل، عشان تاخد اللون حلو، عشان تطلع كمان طعمها هندي كده قوي. ودايما الهنود بيهتموا جدا بالبهارات، وهم اللي علمونا كل البلاد ازاي نهتم نحط الحاجه تتبيله قويه. اكلهم فيه تتبيله قويه جدا عندنا، يعني احنا دايما نحط الحاجات توم، بصل، خضار، رشه ملح، رشه فلفل. هم بيحبوا بقى يزودوا البهارات جدا، اكلهم كله بهارات. فطبعا كل ما ترتاح كل ما تديكم نتيجه احلى بكتير. هبتدي دلوقتي احطها على صيانة على طول، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض قبل ما نحطها على الجريل. هي لونها دموي شوية، بس اللون ده بقى على الجريل بيبقى برتقاني كده، بيبقى حلو جدا. وكمان الاطفال دايما بيحبوا الحاجات اللي ليها الوان، يعني هما الاطفال بتشدهم بالاكل، نتحط لهم اي لون بيفتكروا ان دي كأنها لعبة او كانها كده حاجة حلويات. فدي برضو تكون من انواع الدجاج اللي ممكن تشد الاطفال جدا، وممكن زي ما قلتلكم تعملوها بوراك كاملة او بصدور مخلية او ببانيه كامل، يعني اللي موجود عندكم اعملوه. بس انا حبيت اعملها لكم كشيش طاووق عشان يستوي بسرعة وما ياخدش وقت. ممكن طبعا بقى مسافرين ساحل، مسافرين اي مصيف، تجهزوها كده في العصيان بتاعتها، بس طبعا ما تبقوش حاطين بصل عشان ما يغيرش الطعم، وتسافروا بيها وتبقى جاهزة على طول على الشوي. دايما في الحاجات اللي فيها سفر حاولوا ان انتوا تاخدوا الحاجة متبلة، عشان ما تقضوش وقت كبير في السفر قاعدين بتتبلوا وقاعدين بتعملوا حاجات شغل مطبخ كتير، تبقى الحاجات جاهزة كده معاكم. عايزة قريب جدا اعمل لكم حلقة عن كل التتبيلات اللي ممكن تاخدوها معاكم وانتوا مسافرين، افكار كتير كده. الاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل حلقة كاملة ازاي واحنا مسافرين ناخد معانا تشكيلة حاجات تساعدنا ان السفر ما يبقاش وقت كبير منه في المطبخ. اعمل كده، ودايما اعمل كده زي هوا بين البصلة والفراخ، اعمل شوية فراغات كده علشان بس يبقى فيه مساحة للحاجة تستوي بطريقة كويسة. ندخل كده. طبعا اللون زي ما انتوا شايفين خطير، لونها يفتح النفس. لو حابين ان لونها يبقى اقل حمار شوية ممكن تقللوا نسبة اللون، لو حبينا لونها يبقى برتقاني اكتر ممكن تحطوا لون برتقاني على لون احمر، يبقى اللون برضو يعني مختلف شوية. بس هو ده الطريقة اللي هي الايه التقليدية اللي بيعملوها بيها. انا بين الفراخ او اللحمة او بين العصاية الشيش طاووق، الحاجات اللي هنحطها ممكن يبقى فلفل الوان، ممكن يبقى جزر، ممكن ما نحطش خضار خالص، ممكن اي نوع انتوا بتحبوا طعمه وهو مشوي. بس انا ليه بحط بصل؟ يعني البصل لما بينزل ميته وهو بيتشوي كده بيدي نوع من انواع التتبيلة، يعني بينزل مية بتخلي التتبيلة طعمها احلى، بيدي كده ريحة كأنها فحم، يعني بيدي ريحة كده حاجة متكرملة وهو بيستوي، بينزل مية حلوة جدا بتساعدني ان طعم التتبيلة وطعم الفراخ يبقى اقوى، يديها طعم اللي هو الجريلد المشوي. لو حابين بقى تعملوا دي على الفحم هتطلع معاكم خطيرة. لو حابين كمان ان انتوا تدوها ريحة الفحم من غير الفحم زي الكفتة بقى، بعد لما هنسويها هنجيب فحمية نحطها في فويل، ويبقى معانا اي نوع دهون زيت او زبدة او سمنة، ونروح حاطينها في الفويل ونحط كل الكلام ده في حلة مقفولة، ونحط فوقيها الفويل اللي جوه الفحمة ونديها كده اي نوع دهون، رشة كده زيت او سمنة او زبدة، ونروح على طول سايبينها كده 10 دقايق فيها تاخد ريحة الفحم على طول وتكون كأنها مستوية على فحم. انا هطلع بقى دلوقتي فاصل اكمل العصيان دي وابتدي اشغل الجريل بتاعي وارجع لكم على طول. استني، رجعت لكم بعد الفاصل وعندي التندوري زي ما انتم شايفين بقى، عايزه الكاميرا كده توريكم لونه. لونه بجد تحفه، هيعجبكم قوي كمان طعمه لما تجربوه. احنا مش متعودين على بهارات المصالة ده ميكس زي الميكس اللي احنا بنعمله كده للمشويات عندنا الزعتر وكده، هي بهارات هندي طعمها مختلف جدا. في مطاعم دلوقتي هنديه في مصر مشهوره بتعمل الوصفه دي، وبتطلعها حلو قوي وغاليه قوي ومكلفه قوي، وهي اصلا ولا حاجه، يعني زي ما انتوا شفتوا هي عباره عن تتبيله لون وشويه بهارات نقدر نشتريها ونعملها في البيت ونبقى ضامنين كده ان الحاجه تطلع كويسه جدا.
طبعا واحنا بنسوي الحاجه ما ناخدهاش بالورق اللورا بتاعها. الله على اللون والله على الريحه. معايا زينب من القاهره. ازيك؟ ازيك يا زينب؟ عامله ايه؟ ميرسي حبيبتي، شكرا. اخبار المطبخ ايه؟ لا تمام، انا بعمل كل الوصفات اللي بتعمليها. يا حبيبتي ميرسي، دي ثقه كبيره. لا عايزين بقى تعملي لنا حاجات كده، عشان انا ابني بيلعب رياضه ومحتاج يعني جسمي يزيد شويه، لان هو اكلته ضعيفه قوي. ايوه لو ممكن بس تعملي لنا حاجات للاطفال. حاضر حاضر، هعمل كده اكيد. هو كام سنه ابنك؟ 14. اوكي، لا هعمل لك حاجات ليه كتير تنفع كمان مع الناس الرياضيه. مع الرياضه والكلام ده بيفقد كتير. ليهم اكل خاص الناس دي. بالظبط كده، ايوه يا ريت والنبي الله يخليكي. انت بتعملي لهم ايه دلوقتي؟ يعني ايه الوجبات اللي هو بيفضلها؟ بصي هو ما بياكلش خالص، هو اكله ضعيف جدا، بس بحاول من وقت للتاني يعني اعمل له ابوكا مثلا بلبن بعسل الحاجات دي. ايوه صح، هو برضه مغلبني وما بياخدهاش. هو كل الاطفال بقى بتحتاج ان انت تقدمي لهم الحاجه بطريقه تخليهم عايزين ياكلوها، يعني هم الاطفال كده. زي كنت لسه بقول دلوقتي التندوري عشان فيه لون احمر شويه هم بيفتكروها كانها كنزي، فاهمه قصدي؟ فبيحبوا الحاجات الملونه او اللي متقدمه كانها يعني كانك تجيب لهم حلويات مثلا، فاهمه قصدي ايه؟ فهميكي. بس هنعمل حلقه عن الاطفال الرياضيه طبعا، دي حلقه مهمه قوي، واستنيني قريب قوي هعملها لك. حاضر. ميرسي يا زينب جدا على تليفونك. ميرسي حبيبتي، شكرا. ميرسي. عندي دلوقتي بقى الليزي كيك لحد لما التندوري يبتدي ياخد لون، مش هقعد اقلبه غير لما تحت يبتدي ياخد لون ويبتدي يدخل في السوا. عندي السكر مع الزبده، ابتدي كده اقلب الخليط ده كده معاكم دلوقتي. مش محتاجين بقى نشغل عجان ولا اي حاجه، الليزي كيك دي من اسمها للناس اللي ما بتحبش تعمل مجهود، الناس اللي كسلانه ان هي تولع فرن تعملها كده كلها على البارد، تبقى حلوه قوي في مصايف، تبقى حلوه كمان وهي ساقعه كده والجو حر، تكون حلوه قوي ومختلفه. لحد لما نلاقي السكر دخل في الزبده كويس قوي، ما نبقاش شايفينه، مش مميزين ان في فتفيت سكر، نبتدي نزود باقي الحاجات واحده واحده. شوف ده كده بقى زي ما انتم شايفين اللون خطير، لو الكاميرا تجيب لنا لون التندوري دلوقتي لونها تحفه، اللون هنا تحفه، وكمان الريحه رهيبه، ريحه المصاله طالعه مميزه جدا، شكلها شيك قوي، وزي ما قلت لكم مش هتاخد وقت كبير في السوا خالص. الله، مش لازقه خالص واللون جميل، تحس انت عايز تاكلها على طول، فعلا كانها حاجه حلويات يعني. طبعا في ناس ما بتحبش فكره الالوان في الاكل عامه، ممكن يستبدلوا اللون الاحمر بكركديه، للناس اللي مش بتحب فكره الالوان الصناعيه شويه، بس في الوان دلوقتي مخصصه للاكل ممكن نشتريها ونبقى ضامنين صحتها كويس قوي. السكر والزبده ابتدوا يدخلوا مع بعض، نزود القرفه، نزود الكاكاو. في اللحظة بتاعت الكاكاو دي نقلل السرعة شوية عشان ما يطيرش خشنا. بنا كده في الأول ضربت ايه؟ الزبدة مع السكر، الساقع كده بسرعة لحد لما ابتدى السكر يدخل مع الزبدة وابتدى يبقى سائل واحد، زودت القرفة والكاكاو. ابتدوا هم دلوقتي يعملوا خليط عندي متجانس كويس قوي، هوريه لكم. بصوا خليط كاكاو كريمي جدا. دلوقتي بقى ازود لهم اللبن شويه شويه كده، وابتدي اضرب الخليط ده كده كويس قوي. لحد لما يبقى خليط واحد. قوي، بصوا كانه خليط كيك، كانه هيدخل الفرن، بس هو على الساقع كده. هحط تاني برضو شويه لبن،
واقلب كده بالراحه لحد برضو لما اللبن يختفي ويدخل جوه الكاكاو. حلو قوي، نقلب كده. هفتح توست كيك انا قريب. هاخد بقى الخليط ده كده دلوقتي، خلي ده كده احتياطي، ونقلب كده الخليط ده نشوف. عندي الخليط اهو، عبارة عن سكر، زبدة، كاكاو، قرفة، لبن. اللبن ده لما ندخل بقى نكسر جواه البسكوت كده هيسيح البسكوت، فهيعملوا بقى، هتلاقوه جوه الكيك كده، هتلاقوا البسكوت ده سايح كأنه كيك، كأنه قطعة كيك جواها صوص شوكولاتة. ابتدي افرم بقى دلوقتي البسكوت، اي نوع بسكوت عندكم ممكن تعملوا. لو عندكم بواقي كيك تعملوا الخليط الساقع السائل اللي في الاول ده، وتروحوا مقطعينه كده مفتفتينه، وتروحوا حاطين عليه بدل البسكوت بواقي الكيك المفتفتة، يعمل معاكم برضو الليزي كيك. اي نوع بسكوت بقى انتوا حابين. شوف بس دلوقتي تندوري وصل ايه، نقلل بقى درجة الحرارة كده شوية، ونسيبه يكمل سوا من جوه زي ما ابتدى يستوي من بره، نسيبه بقى يكمل براحته جوه كده. طبعا هعدلكم عملنا ايه، بس نشوف بس الليزي كيك الاول. بصوا هي بتتشرب الحاجة في ثانية. دلوقتي بقى احط شوية بسكوت تاني، وابتدي احط بجلافز كده، وابتدي افرم بقى الخليط ده كله على البارد كده قبل ما ابتدي الف الرول بتاعي. دايما بقول لكم في الفراخ ابتدوا بالعالي، دايما في السوى عامة ابتدوا بالعالي، قللوا بقى الحاجة عشان تستوي من جوه بعد ما تشدوا الانسجة، مش من الواطي للعالي. الناس اللي بتخاف ان الحاجة تتحرق فتروح بادية بالواطي بعدين العالي، بتخلي الانسجة تبوظ خالص، بتطلع الحاجة ناشفة جدا. نزود كده لبن، وابتدي افرم الخليط ده لحد ما يبقى عجينة بايدي كده. ممكن فانيليا، مش لازم شوكولاتة، بس هي ليه احنا بنعملها بالشوكولاتة اكتر، عشان الكاكاو بيربط معانا السمك، بس ممكن نعملها من غير شوكولاتة ونحط بداله جوز هند كده. هي تمام قوي الخليط كده عندي دخل في بعض. ممكن يحتاج كمان شوية بسكوت عشان يبقى انشف شوية. احنا بنكرر البسكوت حسب السمك اللي احنا بنحس بيه، السوائل محتاجة قد ايه تاني، يا بنزود يا بنقول كده كفاية. اول ما نحس ان هي الخليط بقى ناشف سنة كده زي ما انتوا شايفين، عامل معايا شكل مش سائل، هو كده تمام عشان اقدر الفه في الرول. يعني لو مفيش الخليط في السمك ده مش هيتلف معايا كويس. هجيب بقى دلوقتي الرول بتاعي، بس اشوف الاول التندوري اخباره ايه. اللون تحفة تحفة تحفة، لون هايل عندي هنا. ابتدي بقى اجيب الاسترتش بتاعي، ونبتدي نظبط كده مع بعض الليزي كيك الجميلة دي. ده زي ما قلنا ممكن نعملها بجوز هند بدل الكاكاو، ممكن بقى نزود لو هنعملها فانيليا، يعني لو هنعملها كلها كده كريمة مش كاكاو، نعمل ايه، نحط الفانيليا السايلة تدي كمان طعم مع جوز الهند حلو قوي قوي قوي. فك الاسترتش، وابتدي اعمل معاكم طبقة من الاسترتش كبيرة كده علشان تكفي معايا ان انا الف براحتي. لف كده من الاول. هحط طبعا البسكوت دمرني، بس عادي هنحط قطعتين من الستريتش مش قطعة واحدة، علشان بس الف براحتي.
افرده كده. عايزينه بس الاسترتش تبقى طبقة سميكة جدا علشان تستحمل السائل ده ان هو يفضل لحد الاخر ماسك نفسه في الفريزر، عشان دي مش هتستوي في فرن، دي هتستوي في فريزر كلها كده بارد في بارد، فلازم تفضل ماسكة نفسها. هظبط كده، اعمل طبقة كبيرة واروح قطعاها واعمل طبقة كمان تالتة. طبعا لو عندكم مقص يكون افضل انه يساعدكم الحاجة ما تمسكش، الاسترتش بيقعد يمسك في بعض. في استرتش جديد دلوقتي بيجي اصلا جواه حاجة بتقطع نهايته، بيبقى فيه سكاكين كده، بيكون افضل كتير. عملت طبقة استرتش عادية جدا. ابتدي دلوقتي اخد الرول ده، اهي الليزي كيك اهي، ممكن نعملها كذا ستريتش، تبقى عندنا مثلا لكذا عزومة، ممكن نعملها مرة واحدة، الكمية دي تكفي 2 ستريتش. تمام، خدها كده، ابتدي اعمل زي طبقة كده عادي كأني بلف، هو شوية شبه البسترمة او اللانشون، بس هي بتطلع في الاخر ديزرت، بتطلع حاجة حلوة. وهلف كده جامد، واخد بالي ان كل اي فتحه فيها احاول اقفلها كويس، وهلفها تاني بستريتش اول ما اخلص الرول ده. افرده بقى ياخد راحته كده، بيكون عندي كده. طبعا الفه تاني عشان ما يبقاش فيه اي هوا، بيتجمد معايا كويس جدا. وممكن نعمله حجمه اكبر او اصغر حسب انتوا تفضلوا ايه. انا حابة ان انا اقطعه كده يبقى شكله ساقع صغير كده يتقدم، ممكن نقدمه مع صوص شوكولاتة سايحة، ممكن نقدمه مع فاكهة، كل حاجة في الحاجات الليزي الباردة دي بتنفع مع مكسرات. ممكن نزود للخليط ده شوية مكسرات مفرومة زي ما قلت لكم، ممكن جوز هند وفانيليا، ممكن كذا اوبشن يعني. هعمل دلوقتي الرول ده كده، عندي الرول بتاع ليزي كيك اهو. الخليط ده يعمل يا مقدار كبير، يا تعمله رول كبير، يا تعمله 2 رول زي ما انا عامله المقدار ده. انا هعمله 2 زي ده، يعمل واحد كبير يبقى زي الكيكه الكبيره. هو بقى لما يدخل الفريزر كل ده هيقعد يرتفع كده شويه، هتسيبوه ساعتين يتجمد، هيطلع معايا زي اللي هوريه لكم دلوقتي على طول. ده لو حطينا مع بعض مقدارين مش مقدار واحد هيطلع معانا كده، لو حطينا مقدار كله مش مقدارين يعني تقسموه على 2 رول، يتقسموه مقدار واحد كده يطلع بالمنظر ده زي البسترما او اللانشون، نفس المنظر كده. هطلع فاصل بقى اشيل الحاجات دي كلها وارجع اقطعه معاكم ونقدم مع بعض التندوري والليزي كيك. استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، ومتقلقوش هو دي مش بسترما، دي ليزي كيك. بصوا بقى من جوه الكاميرا هتبين لكم دلوقتي، من جوه البسكوت بيبقى طالع كده مكعبات، بيسيح بقى مع اللبن والكاكاو، بيبقى طعمه بجد خطير، وهي ساقعه كلها عامله زي الايس كريم الساقع. بصوا بقى تحفه، تتقطع عادي جدا، كل ما تتجمد كل ما بتبقى احسن يعني، كل ما هتسيبوها فتره حلوه. انا سبتها ساعتين بس قبل الهوا، وكمان الحجم الاصغر كمان بيبقى حلو، انه بيبقى اسهل مش قطعه كبيره. زي ما قلت لكم المقدار اللي احنا عملناه مع بعض على الهوا، يتعملوه على 2 يتعملوه على واحده كبيره كده حسب انتوا بتفضلوا ايه. مش حابين تشغلوا المضرب خالص وتقعدوا تضربوا زي كده، ممكن تعملوا ايه، تجيبوا حله تسيحوا كل المقادير السايله، اللبن والزبده والسكر وكل ده، ولما تبرد خالص بعد ما تسيحوها في الحله تروحوا فارمين جواها البسكوت زي ما عملنا، وتكون برضو جاهزة معاكم وسهلة. بقول لكم كذا طريقة عشان الموضوع يكون بسيط معاكم. ابتدي بقى دلوقتي اقدمها كده، تحفة. وكمان لو اتاخدت بقى ينفع نسافر بيها
مجمدة وتبقى جاهزة كده للتقطيع عندنا على طول. ودينا عملنا كيكة اهو سهلة وبسيطة. أختي بتحب الحاجات السريعة دي عشان هي بتحبش المطبخ قوي، فدايما بحب أعمل لها الحاجات السريعة دي. شكلها خطير وشكل البسكوت وهو داخل جواها كده بجد حلوة جدا جدا. إن شاء الله تعجبكم لما تجربوها. عايزين الفترة الجاية بقى نزود مع بعض كده في الحاجات بقى الصيفي اللي ممكن يكون الأطفال يحبوها في الصيف أكتر من الأكل السخن والحاجات المشوية. يعني الصيف بعد رمضان كده بتبقى الناس حابة أكتر تعمل حاجات مشوية وساقعة، ما تبقاش بقى حاجات فيها تسبيك ودهون كتير. أقدم بقى معاكم دلوقتي التندوري. بصوا منظره جميل ولونه حلو قوي، ومش بس لون، هو بجد طعمه كمان مميز. لما تجربوه هتقولولي بقى ان هي بجد فراخ حلوة، وانا عارفة ان انتوا لما تجربوه هتعملوها بكل الانواع، مش لازم تعملوه شيش طاووق زي ما قلنا، ممكن نعمله بفراخ كاملة، ممكن نعمله بصدور، ممكن نعمله مع بعض بوراك، يعني ممكن بكذا حاجة. كابوتشي بس زحلقتها سنة كده دخلها جوه. ممكن نقدمه مع رز بسمتي او نعمله مع رز بسمتي كمان ملون. في بيعملوه كده في المطاعم الهندية دلوقتي في مصر، بيعملوا الرز ده ثلاث ألوان، بيبقى كده متقدم طبقات. ممكن تعملوه بنفس الطريقة. هعمل لكم برضو حلقة كده عن كذا نوع للرز البسمتي. الأسبوع الجاي هعمل معاكم حلقات مش وجبات عن الرز البسمتي في حلقات، في حلقة كاملة، وعن الحاجات المشوية اللي هناخدها في السفر، وعن الحلويات اللي نقدر نعملها في الصيف بسرعة من غير أي فرن. النهاردة عملنا مع بعض التندوري بتتبيلة سهلة جدا، قلنا لازم نزود لها المصالة، لازم نجرب الوصفة دي حلوة قوي. عملنا مع بعض كمان الليزي كيك السريعة الساقعة من غير اي فرن، وزي ما انتوا شفتوا طلع شكلها هايل وطعمها كمان ساقع حلو قوي في الصيف. يا رب النهاردة تكون مقاديري حلوة سهلة وبسيطة ومناسبة للصيف جاي علينا، يكون صيف جميل لينا كلنا ان شاء الله. تستنوني في حلقة جديدة من سفرة دايما. شكرا.